السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقاتنا من برنامج أريد حلا. كثيرة هي الأسئلة المحرجة التي يطرحها علينا أطفالنا، فنقف حائرين كيف نجيب عنها، كيف نصف لهم الله، وماذا نجيبهم حين يسألوننا عن الموت أو كيف تم إنجابهم. وفي المقابل أيضا كثيرة هي المواقف التي يفاجئنا بها أطفالنا فلا نعرف كيف نتعامل معها. فماذا نفعل إذا ما اكتشفنا أن أحد أبنائنا مصاب بداء السرقة أو أنه يعاني من الفوبيا؟ مواضيع كثيرة تعنى بالتربية الأسرية ستكون محور حديثنا على مدار موسم كامل ضمن برنامج أريد حلا. والآن ماذا تحمل أولى حلقاتنا من مواضيع؟ مع اندلاع النزاعات المسلحة في أكثر من بلد عربي وإسلامي، لم يعد غريباً رؤية صور لأطفال يحملون السلاح أو يقفون على الحواجز العسكرية مع انخراط مئات بل آلاف منهم في المعارك المحتدمة على مختلف جبهات القتال. إلا أن علاقة الأطفال بالسلاح ليست مرتبطة بالأماكن المشتعلة بالحروب فحسب، ففي بعض المجتمعات الآمنة ما زال العرف المتوارث فيها يؤمن بضرورة تعليم الأطفال على استخدام السلاح كأول شرط في تكوين شخصيتهم. أطفال السلاح هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نبدأ دعونا نشاهد هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدى نجدي فلنتابع. بداية نحن شفنا حسين عم يشتغل بالأسلحة وكأنه لعبة بين إيديه. قد ايه عمره حسين اليوم؟ حسين عمره 6 سنين. أمتى بلشت تتعلموه على السلاح وعلى الشغل عليه؟ بحدود 4 سنين بلش حسين يشتغل على السلاح. طب بهذا العمر الولد مفروض يكون عم يلعب يمكن بلعب غير مؤذية، نحن عم نحمله آلة قتال يعني. كل إنسان بيخلق معه بتخلق معه الموهبة. بتعدى موهبة؟ ايه موهبة هيدي، وللدفاع عن النفس. نحن ببلاد العربية ببلاد يعني القوي بياكل الضعيف، وبيتعلم حسين على هالشيء لحتى يحمي نفسه. ولد بهذا العمر يحمل سلاح، يحمل آلة قتال، آلة خطرة، ما بتخافوا انه يأذي حدا او حتى يأذي حاله يعني؟ هلا نحن بنضلنا منتبهين لحسين على هالمواضيع هيدي. الرصاص والذخيره كلها مخبينه يعني ما بنحطها قدامه، وفي بتصير حفلات كذا مناسبات بقوس حسين بنجيب له بقوس، ما شغله عاديه. هل في حادثه حصلت مع حسين بين انه صار في خطوره معينه من استعمال السلاح؟ كان في عيد ميلاد عندي بالبال، وعندي سلاح مثل ما شايفه انت، بكل زاويه في سلاح. فات على قط النوم كمان في سلاح، بقط القعده في سلاح، وين ما كان في سلاح. فات وخرطش البارودي وقوص، طلع ضرب واحد الحمد لله. قمنا ركضنا كنا لجوا على قط النوم، شفنا متقوبه قط النوم تقب كبير يعني. عرفني عن حالك؟ اسمي حسين. قد ايه عمرك يا حسين؟ 6. ليه بتحب تقوص انت وتستعمل السلاح؟ بحب دافع عن حالي، كل ما حدا بيأذيني بدي اقوص. شو اسمك؟ هادي. قد ايه عمرك يا هادي؟ 16 سنة. من أيمتى بتعلم على السلاح أو بتحمل السلاح؟ 10 سنين علمني بيي ولأخواتي. ليه علمكن؟ كرمال إذا نحمي حالنا وإذا حدا تعدى علينا نرد له. إلى أي مدى أنتم فخورين بحسين بهذا التصرف؟ فخورين بحسين لحد لا يوصف، فخور بكل ولد بيتعلم بيحمل السلاح ومن هو صغير. لأنه السلاح زينة الرجال.
مشاهدينا بالعودة من هذا التقرير ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ هشام شحرور باحث تربوي ونفسي. أستاذ هشام أهلا وسهلا فيك معنا اليوم، وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ زياد بيضون المحامي، الأستاذ زياد بيضون. أستاذ زياد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بداية مع حضرتك أستاذ هشام، يعني وكما شفنا يمكن وهي يمكن العبارة اللافتة أكثر في التقرير أنه السلاح زينة الرجال، ولكن نحن قد فينا نقول أنه هي زينة الرجال وليس الأطفال. يعني الأب يفتخر أنه عم بيعلم ابنه على السلاح وكأنه هو شيء وأمر جدا يعني مميز، فما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حتى موضوع يعني المثال الشعب الدارج السلاح زينة الرجال هو أيضا كمصطلح يحتاج إلى تأمل، يعني ليس بموضوع التقبل أصلا له حتى نتناول أنه هل يسقط على الأطفال أو لا يسقط على الأطفال. هذا الباب الإشكال كبير، التقرير اللي تفضلتم بعرضه بيتضمن جملة من الإشكالات، واحد منها السلاح زينة الرجال كمقولة عم تسقط على أطفال وعم يتبناها الأطفال منذ نعومة أظفارهم، وبالتالي بيؤدي فيما يؤدي إليه إلى السلوكات اللي شفناها أنه الطفل صحيح يعيش على خصوصية السلاح كأثر. الشيء الثاني الخطير للارتباط بما ورد بالتقرير موضوع حماية الذات، الشعور بالأمان ليحمي نفسه عائلته بلده طائفته، أي افتراض أنه الآخر دائما غير آمن وبالتالي هناك ما أحتاج إليه لحتى أقدر أحمي حالي لأعيش مع هيدا الآخر. أي مواطن عم نبني لأي وطن بده يبني هيدا المواطن. هذه في يعني في جملة من المشاهد الخطيرة جدا. الأمر الثالث الارتباط يعني بما ندعوه بين قوسين بالبعد الثقافي عند الأهل. أي أهل هؤلاء اللي ربوا أولادهم على هذا الشكل؟ يعني لو الحادثة اللي مرت مثل ما قال بالخطأ وأطلق الولد طلقة، فلو جاءت هذا الطلقة بالأم أو بالأب أو بأحد ضيوفهم أو بأخوه للولد، هذا الأب اللي عم يحكي بكل هذا الفخر وين كان صار؟ وين كانت مشاعره؟ وكيف وين مشاعره تجاه الضحية اللي هي نالت منها هذه الطلقة الطائشة؟ والأمر الثاني وين مشاعره تجاه الطفل اللي حوله لقاتل بشكل لا إرادي؟ إذن هي مجموعة من الإشكالات الكبيرة المتأتية عن ثقافة غير سليمة أدت لسلوكات عم تأدي لانحراف أسري وبالتالي انحراف مجتمعي بيأدي ل في ختام الأمر إلى ما ندعوه عسكرة الأطفال. مفهوم العسكرة هو الخطير، هو الخطير. وإذا انتشر بأي مجتمع، نحن عم نحكي عن مجتمع مؤداه ومنتهاه لمطرح يعني لا تحمد عقباه على الإطلاق. بالانتقال لحضرتك أستاذ زياد، وأيضا مثل ما شفنا بالتقرير تعليقك، يعني وخاصة أنه نحن بالفترة الأخيرة صرنا نشوف يعني هذا التقرير نموذج يمكن مصغر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، يعني حتى على مواقع التواصل واليوتيوب هناك مئات من الفيديوهات لأطفال أهل عم بشجعوهم على السلاح. القانون هنا يعني هناك تفاخر حتى بهذا الأمر كمان، يعني من باب القدرة من باب القوة استعراض القوة. للأسف القانون واضح بهذا الخصوص، القانون يعاقب على هذه الأفعال، والقانون لما بنحكي القانون بكل تفرعاته سواء القانون المدني عندما يحمل الأهل المسؤولية عن الأفعال التي يأتيها أولادهم القصار، أم من ناحية القانون الجزائي اللي هو قانون العقوبات اللي بيعاقب هذا الحدث بحد نفسه ويعاقب أهله كمان على سوء تربيتهم وعدم تأمين البيئة اللازمة لحضانة هذا القاصر أو هذا الطفل. أكثر من هيك في الاتفاقيات الدولية التي ترتقي في على مستوى القوانين إلى مرتبة أرفع من القانون، كل التشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أم بحقوق الطفل تحظر استعمال السلاح، لا بل وتدعو الحكومات إلى اتخاذ أقصى الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع تفاقم مثل هذه الظاهرة. نحن بحسب التقرير الذي شاهدناه نحن أمام حالة استغلال واضحة لهذا الطفل، والاستغلال بالمعنى اللي بنقدر نستنجه نحن من سواء من نصوص القانون أو من الاتفاقيات هو كل توجيه لهذا الطفل في غير الغايات اللي هو لازم يقوم فيها من حيث المبدأ. اجتهاد الاتفاقيات أعطت للطفل كثير من الحقوق، نحن لازم نكون حريصين أنه نروح نعطي هذا الطفل حقوقه وليس جعله
يدخل في مضامينه متاهات هو بغنى عنها. صحيح. لانه لما يعني بالمعنى الدارج لما بتفلت الامور عن السيطره لا الاهل بيقدروا انه يسيطروا على ولا مجتمعات حتى. صح. احيانا بتقدر تسيطر. صحيح. على هذا الامر. استاذ هشام يعني نحن قد فينا نقول انه الطفل هو مفطور بطبعه على عدم اذاء الاخر، ولكن اللي شفناه بالتقرير انه هو اي حدا بده يعمل له شيء هو بده يقتله، فهون يعني هل ممكن نقول انه فطرة الطفل تتغير، او انه نحن بمجرد ما ننزع منه هذا السلاح فبالتالي هو حيرجع يمكن طفل غير قادر على ايذاء احد، وعندما يمتلك السلاح هو لديه القدرة على الايذاء؟ لا، من الخطأ ربط المنح السلوكي والنفسي القائم على ايذاء الاخرين بالسلاح بذاته. حين يمتلك طفل ما التوجيه لاستخدام السلاح، فلو نزعنا منه السلاح البعد العسكري أو البعد الإيذائي والعنفي والميل العنفي لديه قد تكون. فلو نزعنا البندقية اللي شفناها بالتقرير من إيد الولد مختلف الأمر، رح يؤذي بوسيلة أخرى أو بأداة أخرى أو سيبحث عن أداة ما. صحيح. الإشكال ارتباط بالبنية الثقافية اللي نحن عم نأسسها بهذا المجتمع، البنية الثقافية القائمة على ما ندعوه تجذير العنف وعسكرة المجتمع. تجذير العنف لأنه لما نحن عم نجيب السلاح أو منقدم السلاح أو عم نعزز مكانة السلاح بوجدان الناس والأفراد وبالتالي الأطفال بشكل أساسي، نحن عم نعطي للعنف قيمة. فإذا كان الأولى فينا أنه نحن ننبذ العنف ونحث أولادنا وأبنائنا وأطفالنا على أن يكونوا على طرف نقيض مع العنف، فحين نحولهم إلى إعطاء العنف قيمة، إلى أنه العنف هو الذي يجلب لكم الأمام، العنف هو الذي يجلب لكم المكانة، الحماية والمكانة، لا والأكثر هيك والحماية والمكانة، بصير الولد قيمته أنه يصير فتوة الشارع أو زعيم العصابة أو الذي يضرب الأطفال الآخرين، فإذا ضرب فإذا عاد إلى المنزل من المدرسة مضروبا أهين، وإذا عاد إلى المنزل ضاربا زميله قرم بلحاظ أنه بطل. هيدي المفاهيم الثقافية اللي فيها التواء وانحراف بتؤدي فيما تؤدي إلى الكارثة اللي نحن الآن بصددها. تجذير العنف في المجتمع فأضحى العنف قيمة، وصار الولد هو الأبضاي اللي بيؤذي الآخر. نعم. وصار السلاح هو قيمة، فمنلاقي نحن بكل بيوتاتنا وبأغلبها اللعبة الأولى التي تقدم للولد هي السلاح. يعني لو ما أنه فطرة البنت خلقة أن تميل لأنواع معينة من الألعاب. صحيح. والولد يميل لأنواع ذكورية من الألعاب، فاختار الأهل بلحاظ الثقافة العامة السائدة والميول اللي عند الأهل أن يرجع عن هذه الثقافة، اختار السلاح كأداة. الولد عم ينشأ وعم شوف قدامه سلاح. طيب. منظومة الإعلام اللي حولنا تحكي بالسلاح. أيوه. أخبارنا كيف ما طلعنا سلاح. فيها سلاح. الجو العام كله قائم على سلاح وعلى عنف، وبالتالي وين عم بيروح الولد؟ نحو تقديس السلاح. تقديس السلاح وشعوره أنه بيقدر يبني القيمة الذاتية انطلاقا من حضور السلاح بإيده وانطلاقا من قدراته العنفية. هيدا بيصير البطل اللي عنده العم يتشكل هو ذاك البطل المسلح. حين ذاك ما تستغربوا إذا نزلوا فيلم الارتباط برامبو أو لعبة إلكترونية بتطبق رامبو أنه تكون هي اللعبة الفضلة، وما تستغربوا أنه الإحصاءات الحالية اليوم بتقول أنه أكثر الألعاب الإلكترونية رواجا هي الألعاب القائمة على المعارك وخوض والاستخدام السلاح وعلى العنف. فإذا كنا نحن عم نغرس هذه المفاهيم بأولادنا عبر الألعاب وعبر الإعلام بشكل مقصود أم غير مقصود وعبر الوسائل التسلية المختلفة، فكيف بك إذا نحن كأهل عنا مركبات جهل كبيرة تجعل أنه نحن عم نعطي مكان للسلاح، والولد أول ما يتماهى يتماهى مع أهله. يعني نحن منولد ونبلش نأخذ من أهلنا سماتهم وصفاتهم منقلدها ومنحاكيها. إذا كانوا الأهل يرون قيمة للون الأسود منصير بشكل تلقائي نحب اللون الأسود. يعني إذا الأهل يعطونا قيمة للسلاح وللقوة وللعنف تلقائيا نحن رح تنغرس عنا هيدي المفاهيم، وهيدي المفاهيم متى ما انغرست بطفولتنا صار من الصعوبة الشديدة بمكان انه نحن لاحقا ننتزعها. يعني انت عم تحكي عن غرس متين ومتجذر وعميق لانه بالطفولة، نزعه لاحقا رح يترك آثار صعب. بطبيعة الحال استاذ زياد بالانتقال لحضرتك، يعني نحن شفنا بالتقرير انه شاء اللطف الالهي يعني انه الطفل ما يصيب احد افراد العائله لانه كان معه سلاح وكان في رصاص. لا. اذا لا سمح الله كان صار الحادثه واحد افراد العائله قتل عن طريق لا. الخطا هنا القانون يعني من يعاقب؟ هل الطفل هو معاقب فعل او الاهل؟ نعم، فعل القتل بمقتضى قانون العقوبات هو فعل مجرم، وقد تصل العقوبه الى الاعدام اذا
ارتكب هذا الفعل شخص راشد ويتمتع بكل الأهلية. في حالة القاصر في عنا قانون بلبنان اسمه قانون الأحداث، قانون صادر بالعام 2002 رقم 422. هذا القانون بيحكي عن التدابير التي يجب أن يخضع لها الحدث في حال ارتكابه لجرم. فمن حيث المبدأ يطبق عليه قانون العقوبات من ناحية توصيف الفعل الجرمي، ولكن لجهة العقوبة يتم اللجوء إلى تدابير أخرى كوضعه في إصلاحية أو ما شابه من هذا الأمر. هذا من ناحية إيقاع العقاب. أما من ناحية المسؤولية أو التعويض عن الضرر المادي الذي حصل، فهو يقع على عاتق الأهل، ومن هون مسؤولية الأهل. ومن إحنا مهم من خلال لأنه نحن عم نفتش على حل، أنا برأيي بيكفي نقول له للأهل أنه أنتم بوقت من الأوقات مسؤولين، ولما بتقول لهم مسؤولين ماديا بتصير قد يكون هذا الأمر دافع لإلهم ليمتنعوا عن تعليم أولادهم على هذا الفعل أو هذا العمل. إذا صح في بعض البلدان أستاذ زياد، يعني بلدان الغربية يتم نزع يعني أخذ الأطفال من أهلهم لأنه في تربية مسيئة وفي أنه شيء عم بيأثر على الأطفال بشكل سلبي. صحيح. كيف يحمي اليوم يعني في عالمنا العربي القانون الأطفال من أهلهم؟ القانون اللبناني مثل اللي هو كمان يعني له ارتباط بالقوانين، بالقانون المقارن، القوانين العربية، حكى عن عملية دور الأهل في تربية الأولاد، واعتبر من الجرائم بمقتضى قوانين العقوبات تسييب الأولاد. فممكن نوصل نحن لنتيجة أن ينتزع هذا الطفل من رعاية أهله بموجب القوانين. نحن الإشكالية اللي منعانيها سواء في لبنان أو في الدول العربية أن القانون موجود، ولكن تطبيق القانون هو ما نعاني منه. مؤخرا صدر قانون حماية أفراد المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. صحيح. هذا نحن بنسميه جزء من العنف، أن تتعاطى مع طفل عمره 6 سنوات أو 5 سنوات تحمله سلاح وتقول له أوس أو يتعاطى بهذه الطريقة العنفية، هذا هو نوع من العنف الممارس على هذا الطفل، وبالتالي بالإمكان إخضاع هذا الطفل لتدابير حماية من أهله. الإشكالية هي بالتطبيق عادة. أضف إلى أنه نحن مثلا ما عندنا مراكز للتأهيل، ما عندنا مراكز لاتخاذ التدابير الوقائية لحتى ما يتعرض، وإلا على مستوى القانون كلها أفعال مجرمة وكلها أفعال يحميها القانون. صحيح. مع الإشارة أن ظاهرة أطفال السلاح وظاهرة حمل يعني ليست ظاهرة حديثة، ولكن لعزز هذا الأمر حاليا تطور وسائل الإعلام، تطور وسائل التواصل الاجتماعي، هذا اللي عم بيخلي الوضع ينتشر على أوسع نطاق لإله، وبيدعينا أكيد كل واحد من خلال موقعه للتنبه والتنبيه من مخاطر هذا الأمر. يعني مثل ما تفضلت وقلت في موضوع موجود منذ القدم، ولكن الآن لأنه صار عم يصير في وسائل لحتى ينتشر هذا الموضوع الفكرة أكثر، صارت أسرع. شيء الارتباط بسابقا بالعصور السابقة كان لابد لمن يستخدم السلاح أن يتقن، أن يمارس تدريب ما حتى يتقن استخدام السلاح. الأسلحة الحديثة الآن أضحت يعني لا تحتاج إلى تدريب، هي مجرد أوتوماتيكية وسرعتها. أسلحة أوتوماتيكية يكفي أن الولد يتعود كيف يأخذ أقسام ويطلق يضغط على الزناد، وبالتالي سابقا أيام السيف والترس لعله كانت أسهل الأمور، كانت الأمور يعني تحتاج إلى ميران ومراس وما إلى ذلك. الآن صارت الأمور سلسة وسهلة ومتناولة اليد. صحيح. بس هم بين هلالين إذا بتسمحي لي كمان موضوع الموروثات الاجتماعية، تفضل بهذا الموضوع الأستاذ هشام، كثير إلى كمان تأثير بمجتمعنا. يعني لما منعلم الطفل من هو صغير أنه أنت لازم تتعلم إطلاق النار للأخذ بالثأر بوقت من الأوقات، أو للقيام يعني بعملية الدفاع عن نفسك بهذه الطريقة العنفية، هذه ناتجة عن موروثات اجتماعية. إحنا هون عم نحكي عن موروثات اجتماعية. نعم. ولكن الآن نحن سنعرض التقرير وسنشاهده وإياكم عن استخدام السلاح للأطفال في أمريكا يعني. فهذه يمكن ما بعرف إذا هي قديه يصير في تناقض، وليس فقط في العالم العربي الذي يتواجد فيه هكذا موروثات، بل أيضا في أمريكا هي الدول التدعي الديمقراطية وهناك أطفال يقومون بجرائم كثيرة. سنشاهد وإياكم هذا التقرير وكافة المشاهدين، ولكن بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد.
إذا كانت هناك فوضى تعم بعض بلدان العالم العربي، إلا أن هناك دول تعتبر نفسها تقدم الحماية الكاملة للأطفال كما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها شهدت جرائم روادها كانوا أطفالا. تقرير سلط الضوء، دعونا نتابع. على الرغم من حملها راية التحضر والرقي بين دول العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى عالمياً في نسبة جرائم القتل التي تقع داخل المدارس والجامعات، فلا يكاد يمر أسبوع دون سقوط ضحايا بسبب استخدام الأطفال والمراهقين للأسلحة النارية. وفي عام 2015 وحده تعرضت 45 مدرسة لحوادث إطلاق نار على أيدي طلاب، كان آخرها المجزرة التي قام بها مراهق أمريكي في إحدى الكليات بمقاطعة أوريغون وراح ضحيتها 15 شخصاً. وفي عام 2013 قتل 26 شخصاً بينهم 20 طفلاً جراء إطلاق نار في إحدى المدارس الابتدائية في ولاية كونكتيكت. وفي عام 2012 قتل مراهق أمريكي نفسه بعد أن أطلق النار على طلاب مدرسة ساندي هوك الابتدائية، متسبباً بمقتل 28 شخصاً معظمهم من الأطفال. أما في جامعة فيرجينيا فقد أقدم مراهق في عام 2007 على قتل 32 شخصاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وفي عام 2005 ارتكب طفل أمريكي مجزرة في مدرسة ريد ليك راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص. وقد كشفت الأرقام التي وضعها أكثر من مركز دراسات أمريكي أن عدد ضحايا الأطفال والمراهقين جراء استخدام الأسلحة النارية في بلاد العمسام خلال العشرة أعوام المنصرمة تجاوز 50,000 قتيل، وهو رقم مخيف يظهر تحول ساحات المدارس والجامعات في أمريكا إلى ساحات حرب حقيقية، ويؤشر إلى مدى انتشار السلاح بين أيدي الأطفال والمراهقين. أستاذ هشام، مع حضرتك، ومثل ما شفنا بالتقرير، يعني احنا كنا عم نحكي ببداية الحلقة انه بعض البلدان العربية يمكن بعض الموروثات الاجتماعية كيف تؤثر على الأهل بتعليم أولادهم استخدام السلاح. هنا في أمريكا يعني فينا نقول كل شيء مؤمن للأطفال بطريقة حضارية وبطريقة يعني منظمة نوعا ما، ولكن ما نشهده يعني من خلال التقرير أعداد هائلة من الجرائم من الضحايا ومن المجازر، ما تعليقكم؟ يعني لا يختلف الطفل الأمريكي عن الأطفال الآخرين في تأثره بجملة من العوامل. قد تحضر لديه في مجتمعه الأمريكي الداخلي عوامل لا تحضر لدينا، وقد يحصل العكس، بمعنى أن الطفل الأمريكي يتأثر أيضا بهذه الموجة الإعلامية الكبيرة التي تضيء على العنف وعلى الحروب وعلى القتال وعلى السلاح. هذا أولا. ثانيا، هناك أيضا الثقافة المجتمعية القائمة على التفاخر بالسلاح والشعور بأن المكانة تحصل من خلال السلاح لدى شرائح عديدة في المجتمع الأمريكي، خاصة تلك المهمشة منها والتي لا تشعر بأن لديها حضورا وازنا في المجتمع الأمريكي السياسي العام. ثالثا، هناك ما يتعلق بالقانون، وهو له ارتباط بتشريع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي على فكرة الدولة الوحيدة تكاد تكون في الغرب وفي الدول المتقدمة التي تجيز وتشرع اقتناء السلاح الفردي بشكل تلقائي وفي غالبية ولاياتها. وهذا أمر كان ولا زال موضع جدل ومدار جدل لديهم بين شريحة من شيوخ الكونغرس الذين يطرحون منع هذا القمع ومنع اقتناء السلاح، وبين من لا زال يشرع ويجيز ويصر على الإبقاء على إجازة اقتناء السلاح، ربطا بالتوازنات الداخلية واللوبي، لوبي شركات السلاح التي لها باع طويل في الضغط على السياسيين للإبقاء على هذه الإجازة. بهذا اللحاظ، حين نجد أن مراهقين وطلبة جامعات وحتى أطفالا يمارسون قتلا لزملائهم لمعلميهم عبر استخدام سلاح، فهذا لأن هذا الطفل لديه الثقافة العنفية من ناحية، يجد السلاح في منزل ذويه من ناحية أخرى، ويستاء من معلميه ولا يكاد يجد ضمن المنظومة القائمة في المؤسسة التعليمية إمكانية للاعتراض أو للاحتجاج أو للانتقاص من ذاك المعلم أو أولئك الزملاء الذين سخط عليهم، فيعبر أو ينفس عن هذا الضغط عبر جلب السلاح
وغالبهم يجلبه ضمن الحقيبة المدرسية على فكرة. وبعضهم كما قرأت في بعض التقارير يعني كان يفكك السلاح حتى تتسع له الحقيبة المدرسية ويجمعه داخل المدرسة، أي أن لديه إتقانا لفك وتركيب السلاح ومن ثم يستخدمه على أولئك الذين يشعر بالسخط عليهم. إذن الثقافة والقانون يلعبان دورهما في هذا الإطار. في مجتمعاتنا الموضوع له دلالات أخرى أيضا، كما الغربي يتأثرون بالجندي البطل وقد بالمقاومة البطل أيضا، أي أننا نقوم بتقديس صورة البطل. صحيح. هذا البطل ليس من السيء أن نضيء على دوره إذا كان بطلا حقا كالمقاومين الشرفاء مثلا، ولكن ما يعيب أن نقع في إطار تقديس البندقية التي يحملها هذا المقاوم لو وليس اليد التي تحمل هذه البندقية. لذلك حين نتكلم عن المقاومين وعن الأبطال حقا وهم كذلك حقا، علينا أن نضيء على البعد الذاتي الإنساني الأخلاقي الكبير الذي يحول البندقية إلى مجرد أداة يمكن لو حمل المقاوم أي أداة أخرى لحقق بها هدفه المقاوم. إذن الشرف والأخلاق والبطولة يتسم بها صفاته الذاتية وأخلاقه، حين ذاك لا يعود التقديس للبندقية ولا السلاح، إنما تقديس لمجموعة من الصفات. وفي هذا نوع من الوقاية لمجتمعاتنا لكي لا ينجر البعض أطفالنا خلف البندقية التي يشهرها المقاوم وليس الكتلة الأخلاقية أو المنظومة الأخلاقية التي يتسم بها المقاوم فتدفعه قيميا وأخلاقيا وجهاديا لبذل ذاته والقتال في سبيل على الأهل أنه يقدروا يعرفوا أولادهم الفرق يعني بين السلاح وليس على الإعلام أن يلعب دوره، ولكن على الأهل لكن كيفية استخدام هذا السلاح العبء الأساس. إدراك أهمية أن القيم هي الأساس، ولحين ذاك يعني إذا أبرزنا أهمية القيم فإذا سلحت القيم فالقيم آمنة بلحاظ أنها لن تتصرف بالسلاح بما يؤذي. ولكن حين نقدس السلاح بذاته، والمؤسف أن بعض الأهل يكاد هو بذاته أي الأهل الأم والأب لا يدركون خاصيات الصفات والسمات الشخصية لدى الإنسان الذي يحمل البندقية فيركزون على البندقية. دعونا حتى في مجتمعاتنا الصغرى والكبرى نركز على السمات الإنسانية الأخلاقية ومن ثم نقول وأن هذه السمات تستخدم البندقية يوما، المدفع يوما آخر، والسكين يوما ثالث كما في فلسطين المحتلة. صحيح. بالانتقال لحضرتك أستاذ زياد، يمكن الأستاذ هشام أيضا أشار لنقطة بنفس الموضوع، استخدام السلاح في أمريكا بين أيدي الأطفال والقانون الذي يبيح امتلاك الأطفال يعني أو المراهقين للسلاح. القانون هنا إلى أي مدى يضر الأطفال؟ القانون في لبنان يمنع استخدام السلاح واقتناء السلاح إلا بموجب ترخيص بحسب القانون. للأسف هذا القانون مثل ما حكينا ببداية الحلقة مش عم يتطبق بحذافيره، يعني يكاد لا يخلو بيت في لبنان من وجود سلاح، وهذا السلاح أحيانا بيكون بمتناول أيدي الأطفال الموجودين كونه موضوع الحلقة محور حول أطفال السلاح. اللي بدي أقوله أنا لما حكينا نحن عن الموروثات الاجتماعية وسلطنا الضوء على عالمنا العربي، ليست هي السبب الوحيد لفكرة استعمال السلاح أو حمل السلاح أو تعليم الأولاد على السلاح أو لجوء الأطفال إلى اقتناء السلاح وارتكاب الجرائم مثل اللي شفناها عم تحصل بأمريكا أو بأكثر من دولة غربية. اقتناء السلاح واللجوء له عدة مسببات، من ضمن مسببات اجتماعية، عندما يشعر أحيانا طفل أو أسرة تشعر بفوارق اجتماعية معينة قد تلجأ إلى السلاح كوسيلة للتعبير عن رفض هذا المسبب الاجتماعي. تفكك الأسرة أحياناً قد يؤدي إلى لجوء الأطفال إلى التعبير عن ردات فعل تجاه مجتمعهم بطريقة سلبية. على ذلك بنشوف بمجتمعاتهم بيروحوا دايماً للبعد النفسي، أنه هذا الشخص مريض نفسياً عنده مشكلة اجتماعية لنحلل شو السبب. من ضمن المسببات للجوء لعملية السلاح هي كمان مسببات اقتصادية، التفاوت بالثروة بالمجتمع قد تدفع شخص للجوء إلى السلاح. أحيانا مسببات سياسية، الشعور بالاضطهاد بمكان معين أو الشعور بالرغبة بنصرة جهة معينة أو توجه معين بيلجأ الشخص لا يستعمل السلاح. فالأمر مش بس مرتبط بالموروثات، مرتبط بعدة مسببات، وكل الأسباب الموجبة للاتفاقيات الدولية اللي حكت عن تجريم استعمال السلاح أو دعوة الدول إلى سن القوانين التي تمنع استعمال السلاح أخذت بعين الاعتبار هذه
المسببات. بموضوع القانون بأمريكا وشرط حيازة السلاح، بعتقد أنه صحيح القانون يجيز هذا الأمر، ولكن بنوعية السلاح الذي يجاز تداوله يجوز تداوله بين الأفراد، يعني يمكن بيكون سلاح يطلق طلقة ولا يطلق رشق ناري، ولكن أكيد نتيجة صار كله سهل، صار عم بيكون في إمكانية مثل ما تفضل الأستاذ هشام، مش بس لتركيب البندقية بل لتعديلها لتصبح بهذه الفعالية. أستاذ زياد، يعني نحن هل يمكن أن نقول أن تعليق قانون الإعدام في بعض البلدان العربية ساهم بطريقة أو بأخرى في يعني التجرؤ يمكن على استخدام السلاح وعلى القتل والأذية؟ ما فينا نحمل المسؤولية فقط لعدم تطبيق قانون الإعدام، لأنه لا يكفي بس تطبق قانون الإعدام لتمنع حصول الجريمة. هو في رادع أقوى بموضوع هو من الأسباب اللي بتردع، ولكن إذا عالجنا هذه المسببات نقدر نوصل لمحل أنه ما يعود بحاجة هذا الشخص أنه يحمل سلاح. حاليا مثلا نيجي بنقول شخص يعطني السلاح لحماية نفسه إذا في حال فئة تانية بدأت هاجمه، إذا إجت الدولة وقامت بكل ما عليها من دور في تأمين هذا السلام الاجتماعي بين أفراد هذا المجتمع، ما بعود الإنسان بحاجة إلى يحمل السلاح. أضف إلى هذا الأمر معالجة الأسباب الاقتصادية، الأسباب الاجتماعية، الأسباب السياسية. يعني برأيك هذا أمر صحيح صعب، ولكن أكيد البحث في علاج أسس، يعني الموضوع بدل الحديث عن يمكن حتى لما نحكي عن أطفال السلاح، شو سبب لجوء الأطفال للسلاح؟ لما أنا بكون بلد عم يتعرض لحرب وبتقفل فيه 5000 مدرسة أو تهدم فيه 2000 مدرسة، طيب هالولد اللي مش عم بيروح بيتعلم وين بده يروح؟ أضف إلى ذلك وجوده في بيئة كلها عم تحمل السلاح، حكما أنا بدي يصير أمام طفل اسمه طفل سلاح. وجود البيئة التي تحمل السلاح، بالانتقال لحضرتك أستاذ هشام، يعني نحن اليوم لما بدنا نحكي عن موضوع حمل الأطفال للسلاح في عالمنا العربي، ما ممكن إلا نشير بشكل أساسي على التنظيمات الإرهابية التي باتت منتشرة اليوم، ومن تنظيم داعش الذي استخدم مصطلح طيور الجنة في تعريفه للأطفال الذين قام بتدريبهم على القتال. برأيك إلى أي مدى استخدام هذه المصطلحات يشجع الأطفال على الانخراط في هكذا تنظيمات؟ المصطلحات ليست هي التي تحث بطبيعة الحال، يعني مش هي اللي بتخلي، ليست هي الجاذب الوحيد، ولكن هي واحدة من عناصر الجذب بطبيعة الحال. ما يترك إمكانية ويفتح المجال واسعا لانضمام الأطفال لتنظيمات إرهابية وليضحوا قتلة صغار، جملة من العوامل، أولها مثل ما قلنا انتشار ثقافة ثقافة وقيمة إطلاق النار وقيمة العنف. يعني أعطي مثالا ببلادنا العربية، أليس من المتعارف عليه والمقبول في أغلب المجتمعات إطلاق النار في الأفراح والأحزان؟ صحيح، هذا مجرم بالقانون. صحيح. يعني بين هلالين بالقانون مجرم، طبعا فضل أستاذنا إطلاق المفرقعات حتى مجرم عفوا مثلا، ولكن لا يطبق حتى المفرقعات أضحت أصواتها، يعني تصنع لكي تتلائم مع أصوات إطلاق النار. إذن إطلاق النار هو قيمة جاذبة، لذلك من لا يستطيع إطلاق النار عبر سلاح حي يشتري المفرقعات التي تقدم الصوت نظيرا. صحيح. الفكرة هون، الفكرة أنه نحن بالثقافة المجتمعية إطلاق النار الطبيعي، فكرة أنه لا يجب أن يخلو بيت من سلاح، وفكرة وهون الخطير أنه الآخر دائما يشكل خطرا. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بال2003، فاتوا الأمريكان على العراق بال2004، بدأوا بتصدير وإعداد بعض المجلات والكتب التربوية بإطار إعادة إطلاق المدارس في العراق. أولى المجلات التي طبعت باللغتين العربية والإنجليزية والتي كانت مخصصة للأطفال احتوت، وزعت على المدارس، احتوت جملة من العناصر قرأناها واستخلصنا منها بالحد الأدنى 3 مفاهيم. المفهوم الأول أنه المكان، أنه العالم مكان عدائي ومقلق، فعلى الولد ألا يشعر بالأمان. يعني كانت مباشرة عم بتهاجم موضوع فكرة العالم مكان آمن، العالم مكان محب، إنما المكان مقلق، فالولد كان يشعر بالتوتر بنتاج ما يقرأ وما تضخه هذه المفاهيم. الأمر الثاني، المسلح هو القوي، يعني بدي أقدم مفهوم القوة، بدي أقدم صور، لأنه عم نحكي نحن بقصص الأطفال، هي قصص بأغلبها مصور كان، فهو القوي الذي يحمل سلاحا دائما. إذا الإنسان الذي يطمح للقوة يجب أن يطمح حكما، بالحالة يغرس باللاوعي عند الولد يطمح إلى السلاح. ثالثا،
لمين موجه؟ الأطفال العراقيين. هو المجلات كان في خطاب دائم عن الطبقات والطوائف والمذاهب في العراق والإثنيات، بحيث تكريس فكرة أن لا مواطنية واحدة ضمن دائرة هذا البلد، إنما هناك سني شيعي مسلم مسيحي كردي طوارف. عربي وهكذا دواليك. إذن حين نتكلم نحن عن المنظومة القائمة، منظومة القائمة ببعض الأحيان قائمة لربطا بثقافة الناس البسيطة، وبعض الأحيان لا، ناتجة عن توجهات وتوجيهات عبر أدوات ثقافية مختلفة عم تشتغل على إعادة صياغة هذا المجتمع بشكل جديد. هذا اللي بيؤدي بالنتيجة إلى انضمام الأطفال للتنظيمات، هذا واحد من العوامل. ولكن من العوامل الثانية هي تعويد الولد. يعني مثلا جماعة داعش، أنا قرأت دراسة حول الأطفال من داعش اللي أول من مارسوا فعل الذبح، وهو أبشع وأقذع أشكال العنف والقتل. صحيح. فإذا كان الكبير يأنف أنه يمارس هذا النوع من القتل، فكيف بنا بالصغير؟ شو اللي عملوه؟ عملوا تدرج، نحن نسميه ترويض. اشتغلوا على أنه يعملوا ترويض للولد عبر مشاهدات لفيديو لحالات ذبح، عبر تصوير الآخر بشكل مرعب، أنه الآخر العدو، الرافضي، الكافر، الكذا، المسميات المختلفة، عبر تصوير أين يقع موقع المجاهد بين قوسين من وجهة نظرهم، الذي يقاتل ويقتل هذا الكافر، ومن ثم مشاهد حي لأول مشاهد الذبح. صاروا يحشدوا بعض الأولاد المنتخبين انتخابا، لأنه كانوا يعملوا دورات ومعسكرات تدريب خاصة بالأطفال، ينتخبوا بعض الأطفال اللي بيعتبروهم مشاريع قيادات من القتلة، وكانوا يشوفوا بشكل متدرج إلى أن بدأوا بالتجربة. وبالمناسبة قالت إحدى الدراسات البريطانية، هلأ قداش نسبة معلوماتهم استقوها من مصادر حقيقية من داخل داعش وبيئة داعش لا أدري، ولكن قالوا أنه بعض الأطفال بتجربهم الأولى عجزوا، ومن ثم هن بلشوا بعرض الولد اللي نجح بالعملية وفتحت الأمور وعملوه بطل ضخم وعملوا قائد لمجموعة من الأطفال، بحيث أضحى الأولاد الآن بيحاولوا بهذه المعسكرات يتماهوا مع الولد القائد اللي هو بين قوسين الذابح، فأضحى الأولاد ميالين ليوصلوا لمرتبة الذباح، وهذا الخطير. نحن ماكي عن تغيير ثقافي بنيوي، هول الأطفال حتى بعد ما تزول داعش والتنظيمات الإرهابية اللي عملت لهم نصرة وغيرها، السؤال وين؟ أين يضحي هؤلاء الأطفال؟ كيف ممكن هول يصلحوا؟ المختص النفساني لحاله قادر؟ ولا بده منظومة اجتماعية؟ ولا بده إصلاحيات؟ الحكي كتير خطير حول ما بعد الحرب. الآن بظل الحرب ما حد عم يقدر يحسب الآثار المرعبة بنيويا على المستوى النفسي والاجتماعي. صحيح. الخطير. صحيح. لاحقا. صحيح. أستاذ زياد، انتشار السلاح بين أيدي الأطفال، يعني مثل ما قلنا بأول محور من الحلقة، ممكن يكون داخل المنازل والأهل يعطوه لأولادهم، ولكن مثل ما عم نحكي هلأ ممكن يكون لدينا ظاهرة الطفل الجندي، أي الذين يشاركون في المعارك. كيف ينظر القانون الدولي إلى هذا الموضوع؟ ما هو تعريف الطفل الجندي؟ وهل من عقوبات على المسؤولين؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال بدي انطلق من نقطة تفضل فيها بالأخير، هي عملية كيف بدنا نرجع نستوعب هول الأطفال بمجتمعنا. ولا شك أنه هذا الأمر مقلق جداً، وحتى الاتفاقيات الدولية أفردت له فصولاً لهذا الموضوع، لأنه عملية إعادة التأهيل ومسؤولية الدول والحكومات في إيجاد البيئة اللي ترجع تحضن هؤلاء الأطفال هي مسؤولية تكاد تكون أكبر من مسؤولية وقف الحرب أو وقف القتال في أماكن معينة. ليش أنا بركز بموضوع عم بحكي، يعني لما عم بحكي قانون عم بحكي اتفاقيات دولية، لأنه هيدا الأمر بالذات يعني الأطفال، أطفال السلاح، أتت النصوص المتعلقة فيه بموجب اتفاقيات دولية، مش بس بالنسبة للبنان ولا للدول العربية، بالنسبة للعالم كله. وهذا الأمر ما لجأت له دول العالم، ولما نحن عم نحكي هذا الأمر مش لنظهر دول العالم أنها يعني تدعي التخلص من هذه الحالة اللي موجودة، ولكن بإطار التنظيم العالمي للشؤون اللي بترعى أو اللي بتعنى بكل الدول، لقوا أنه هذه الظاهرة كتير خطيرة. صار في تدرج في القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، لكن بال77 أمام بروتوكولين شعيرين حكوا عن حظر استخدام الأطفال كمسلحين في المعارك. ولما كانوا عم يحكوا عن الأطفال كانوا عم بيحددوا أن الطفل هو ما دون 15 عاما، أما بين 15 سنة و18 سنة كانوا عم يفترضوا شروط معينة، أنه إذا في من هم فوق 18 عدد كافي فعلى الدول، لأنه كانوا بيحكوا عن تجنيد الأطفال مش بس من قبل الجماعات المسلحة،
حتى من قبل الدول، لأنه بنشوف حكومات تستخدم الأطفال كأطفال مسلحين، وهذه كمان كثير لازم ننتبه لها. إجا هذا البروتوكول فرق، بعدين صار في تعديل لاتفاقية حقوق الطفل حكى عن سن 18 سنة أن من هو ضمن سن 18 من عمره هو يعتبر طفل مسلح بنظر القانون. مفهوم الجندي الطفل أو الأطفال الجنود بقي عاجز القانون عن إيجاد تعريف مباشر له. من وحي القانون والاتفاقيات تم تعريفه أنه هالأشخاص لتحت 18 سنة، هالأطفال لدون 18 سنة شاركوا في الحروب بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني نحن ما بيكفي أنه يكون حامل سلاح هذا الطفل لنقول أنه من طفل جندي، قد يكون يقدم دعم لوجستي عبر الطبخ، عبر تقديم الذخيرة، حتى في يعني هو أي طفل مشارك. ولما عم نحكي طفل عم نحكي ذكرا أم أنثى، لأنه أحيانا في كتير فتيات وهلأ على يعني على ذكر داعش عندهم قدرة عالية كمان في تجنيد الفتيات واستغلالهم في الحروب بشتى ميادين الاستغلال. فمن هون القانون الدولي إجا حذر هذا الأمر، لبل دعا الحكومات إلى إيجاد النصوص التشريعية الكفيلة بمنع هذا الأمر. يترتب على هذا التعريف اللي تفضلت فيه أن الطفل الذي له هذه الحالة لما بيوقع بالأسر هو من ضمن أسرى الحرب يعتبر، وبالتالي له حماية أسرى الحرب. بتقولي لي هلأ هذا الأمر عم يتطبق مش عم يتطبق؟ هذا بحث كمان بحث طويل. من ضمن الأشياء اللي بيحكي فيها القانون كمان أن تشمل عمليات المبادلة اللي بتصير سواء لأسرى أم لكذا استعادة هؤلاء الأطفال اللي عم بيشاركوا بالحروب. وأكيد عملية المشاركة بالحروب عم نشوفها بأكثر من دولة بالعالم للأسف، وهذا الأمر كتير متفشي وبده أكيد وقفة من كل دول العالم، وقفة دولية إذا بدك. يعني نحن وبسياق الحديث الآن على هذا الموضوع سنتوقف وإياكم وكافة المشاهدين مع تقرير يعني فيه بعض المشاهد عن كيفية انضواء بعض الأطفال في التنظيمات المسلحة واستخدامهم للسلاح للأسف بدل أن يكونوا يعني في المدارس لتطوير هذا المجتمع. أين هم الآن؟ بعض المشاهد دعونا نتابع. ما إن بدأت الأحداث والتوترات العسكرية والأمنية في أكثر من بلد عربي وإسلامي حتى تفشت ظاهرة حمل الأطفال للسلاح في دول عدة مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا وليبيا، لا سيما مع بروز تنظيمات إرهابية متطرفة حيث عملت على تجنيدهم وإنشاء معسكرات تدريب خاصة لهم وإشراكهم في المعارك، فضلاً عن جعلهم يقومون بعمليات انتحارية وتكليفهم أي الأطفال مهمة ذبح الرهائن كما فعل تنظيم داعش الإرهابي. فما الذي يدفع الأطفال للانخراط في العمل العسكري؟ وما هي تداعيات ذلك عليهم؟ ضيوفي الكرام، يعني ومثل ما شفنا هي مشاهد فعلا قاسيه، يعني قد ايه اطفال فعلا مثل ما تفضل الاستاذ قادرين يقوموا بفعل الذبح، الاطفال عم يتدربوا بتنظيمات ارهابيه على القتال. استاذ هشام، تقول المعلومات الرسميه انه ب 36 نقطه نزاع مسلح في العالم اليوم يقدر عدد الجنود الاطفال ب 400,000 اضافه الى مئات الالاف المسجلين في جيوش وميليشيات واحزاب. نفسيا الا يعي الطفل ان ما يقوم به خطر وأنه ذاهب للموت؟ لا، غالبا يشعر الطفل أنه يقوم بدور كبير جدا وأنه محظوظ لأنه أتيحت له هذه الفرصة. لأنه إذا بدنا نرجع نحن للأطفال الذين يجندون، غالب الأطفال الذين يجندون هم بين 11 و16. طيب 11 ما قبل مرحلة المراهقة، ولكن حين يعيش الطفل بيئة جدية مستنهضة على مستوى الوعي وبعيدة عن عالم الطفولة التقليدي، حين ذاك قد يعيش ما ندعوه بالمراهقة المبكرة، أي تبكر مرحلة المراهقة بالإقبال إليه. فإذا بكرت إليه إقبالا مرحلة المراهقة، من المعروف أنه من أبرز سمات مرحلة المراهقة هي الحاجة إلى الاستقلال عن المراهق، وهي الحاجة إلى التماهي مع الكبار وإلى إبراز أنه راشد، أنه رجل كبير. فإذا كان يريد أن يثبت هذه الرجولة، فمن باب أولى
يستفيد من هذه الفرصة التي أتيحت له لأن يحمل السلاح كما الرجال ويثبت أنه رجل فعلا. لذلك من بين 36 دولة اللي حضرتك ذكرتيهم غالبهم بالمناسبة هن دول أفريقية. بليبيريا مثلا كان في جيش من الأطفال، الدولة استخدمت جزء منهم والميليشيات اللي متمردة عليها استخدمت جزء الأكبر منهم. كان هؤلاء الأطفال عم بيمارسوا قسوة عالية جدا دون إدراك أنها قسوة. بل أكثر من ذلك، بعض المدارس النفسية راحت إلى تحليل هذا السلوك بالسادة، يعني أضحى الولد يتلذذ كلما قسى وآذى ليه؟ لأنه يشعر بأنه كل ما آذى الآخر أكثر كل ما أخذ جرعة معنوية لرجولته أكثر، أثبت رجولته أكثر. فعمليا ما هي السادية؟ هذا هو الانحراف النفسي اللي اسمه السادية. فعم نحكي نحن عن هالقد آثار خطيرة جدا وعن انتشار ضخم جدا للغاية. صحيح الإحصاء مش بعيد عن اللي متوافر بين إيدينا. طيب إذا كانت هذه الظاهرة موجودة كيف ممكن نحن نحد منها وكيف ممكن نحن نتعامل معها؟ أولا بإدراك خطورتها، ثانيا بتعزيز الوعي عند الأهل لخطورة ما قد يذهب إليه أبنائهم، ثالثا فتح آفاق الطفولة لحتى الولد يكون عنده مدارات اهتمام مختلفة. لأنه الولد حين مثل كل إنسان حين يعيش فراغا بطبيعة الحال يسعى لملء هذا الفراغ. صحيح. فإن لم يطح له أن يملأه لعبا وهي الفطرة الإنسانية عند الطفل أنه يلعب سيلجأ إلى مواضيع مثل قتالا القتال والسلاح، كل ما يؤدي إلى شعوره بهذه الشخصية، فضلا عن دور الدول ودور الجهات الدولية الناظمة بطبيعة الحال. لأنه في شيء الارتباط أيضا بالسياسة للأسف، يعني بالوقت اللي بنسمع فيه مراكز الأبحاث العالمية وكبار العلماء النفسيين والاجتماعيين والتربويين بيحكوا عن الآثار الخطرة بدول العالم المتقدم، ولكن حكوماتهم بتغض النظر والطرف عن هذا التوجه اللي قائم وعن هذا السلوك اللي قائم. إذا عم نحكي عن اليوم بورما للآن فيها البوذيين الهني الأغلبية بتشن ميليشيات تابعة للحكومة الهجومات تلو الهجومات على القرى المسلمة. فماذا يفعلون؟ يبقرون البطون، يحرقون القرى بأهلها، يعني عم يعملوا مجازر. الخطير بالموضوع أنه جزء كبير من أفراد هول الميليشيات أطفال. منظمات المتحدة مصورة وشايفة وبتقشع، ولكن المشكلة الارتباط أيضا بالسياسة العليا. يبقى حتى الدول المتقدمة التي تنظر بكثير من القضايا بالمعنى الإنساني تبقى تنظيراتها محصورة بالإطار العلمي البحث، يعني لهذا الحدث ما بيسر عليها بعد إجرائي تغييري، وإلا ما كنا شفنا هذا الانتشار للظواهر تجنيد الأطفال وعسكرة الأطفال بكثير من الدول. يعني إلى هذا الحد يعني السياسة تدخل وتسيطر حتى على القانون. أستاذ زياد، أنا اللي بدي أقوله مش مستبشر خير بعملية إيجاد حل لهذا الأمر لسبب أساسي. طالما أحادية القرار وإزدواجية المعايير الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمنة حاليا، ما فينا نتوقع أي حل. فبالوقت اللي نلاقي الولايات المتحدة الأمريكية راعية الأمم المتحدة أو حيث الأمم المتحدة على أراضيها تنظر لقيام هذه الاتفاقيات ودعوة الدول إلى التقيد بها، هي أبرز من يخالف هذه الاتفاقيات. أكثر من هيك، تعمل على نقل الصراع من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. طالما الحال على هذه الحال ما في حل، ما في. عم نشوف الصراع ينتقل من مرحلة لمرحلة، من بلد لبلد، من محل لمحل، مزيد من الدمار، مزيد من الأطفال المشاركين اللي هو أكيد يتجاوز حتى 400,000 إذا بدك، مزيد من الإجرام، إلى أن يتغير هذا العالم ونصبح أمام حالة من التوازن. يعني خاصة صحيح أستاذ، نعم. المجتمع الدولي يعتبر تجنيد الأطفال جريمة حرب، وتضاف أسماء أطراف النزاع التي تجندهم. مين عم يدفع السلاح؟ مين اللي عم ينشئ هذه الجماعات التكفيرية وهذه الجماعات المسلحة؟ يعني كأنه عم يشجعوا بنفس الوقت عم يصدروا القوانين. تختصر بكلمة واحدة، ازدواجية يعني المعايير. من خلال البحث يعني لتحضير هذه الحلقة أنه تجندهم إلى قائمة العار التي تصدرها الأمم المتحدة سنويا، يعني فقط قائمة عار الدول التي تشرك أطفالها في الحروب. ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تؤدي إلى ما نحن عليه اليوم. أكثر من هيك، مش بس عملية نقل الصراع، ليش إفقار بعض الدول ونهب خيراتها ألا يؤدي إلى نشوء حالات ردة فعل عند هؤلاء الناس وبالتالي حالات عنف مسلح لدى الأطفال أو لدى غير الأطفال؟
أنا برأيي الشخصي هذا يعني هذا بيختصر كل المشكلة. الأستاذ هشام نعم. الأستاذ زياد منه مستبشر خير في هذا الموضوع، ما بعرف إذا حطك مستبشر خير خاصة إنه ما بعرف يعني إحنا قديه فينا نقوم بحلول يمكن على صعيدنا نحن يعني تمام. نقدر يمكن من داخل الأسر نعم. توعي نفث الأمل، نفث الأمل بتبلش من عنا يعني أن نطل بشكل عالمي شمولي على المشهد العام. طبيعة الحال يسيئنا ونشعر أنه السياسات الكبرى تلعب دورها السالب مثل ما تفضل أستاذ زياد، ولكن خلونا نحن أنا عادة بفضل نروح نضيق الدائرة نضيق الدائرة بمعنى إيجاد حلول، نشوف نحن ماذا نستطيع أن نفعل. نحن الآن بمؤسسة إعلامية كريمة، هذه المؤسسة الإعلامية ماذا من خلالها نستطيع أن نفعل؟ بيوتاتنا الناس اللي عم يشوفونا صحيح كيف فينا نضخ هذه الثقافة بكل بيت وبكل فرد بحيث كلياتنا ما في شيء أسقط علينا إسقاطاً وكان جاهز، إنما أخذ يتغلغل ويتراكم، والثقافة عادة تراكمية، ما يغرس بالوعي وما يغرس باللاوعي. لذلك علينا أن نقوم بالرد المباشرة القائم على أيضاً استلاب الوعي السالب، يعني نزع هذه المفاهيم التي تراكمت وتسللت لنا وبين أظهر عينينا من خلال أنه نحن نضخ إعلام نظيف، نحن نعمل رسوم متحركة غير عنيفة، نحن نحكي بثقافة السلام، نحن اللي بنحمل الإسلام راي، نقدم الإسلام ليس السيف وليس السكين، إنما الإسلام هو المحبة والحضارية، هو رسول الرحمة اللي كان اليهودي يرمي النفايات على باب بيته ويروح يتفقد اليهودي لما افتقد النفايات على باب بيته، نقدم هيدي الصور، نقدم أهل البيت عليهم السلام بأخلاقياتهم العليا. لما إجا الشامي يشتم الإمام الحسن قال له يا هذا إن كنت جائعا أطعمناك، كنت غريبا آويناك، كنت صاحب حاجة أغنينا لك حاجتك. هذه الثقافة، هذا الأدب، يعني هذه الأخلاقيات، إذا نحن اشتغلنا كأفراد وكمؤسسات حيث يتاح لنا كمؤسسات، ولاحقا حيث يمكن لنا كأحزاب وكدول أيضا أنه نشتغل على بقعة الضوء نوسعها أكثر وأكثر رغم كل الجو العام اللي عم تعمل الولايات المتحدة. أنا بتقديري بقعة الضوء اللي عندنا ممكن تنتشر وتشاع لحتى يصير الآخرين يستفيدوا منها. وبالتالي إذا كنا دعاة للإسلام حقيقة خلي المحبة والأخلاقيات العالية والسلام اللي بيقدمه هيدا الإسلام نكون من خلال تعزيز هذه الثقافة في مجتمعاتنا دعاة للإسلام عند الآخرين. هذا هو إسلامنا الذي حولنا على هذه الشاكلة، أخلاقيين متسامحين محبين لا نلجأ للعنف إلا حيث تغلق في وجهنا الطرقات بأكملها. حين ذاك حقيقة منقدم إسلامنا كما يجب، وحين ذاك منكون عم نعمل تغييرات بمجتمعنا. والأمر الأخير اللي حاب أضيفه أنه حتى حينما نضطر لاستخدام السلاح كما في حالة حين نقاوم العدو الإسرائيلي والتكفيرين وسواهم نقدم المفهوم الصحيح لاستخدامنا للسلاح حتى يضحي القيم والأخلاقيات اللي انطلقنا منها هي الموجه وهي الرمز من رمز السلاح بذاته. حلو أستاذ زياد كلمة أخيرة لحضرتك. بلغة المحامين والقانون نتبنى كل ما ورد كلام أستاذ هشام. ضيوفي الكرام الأستاذ هشام شحرور شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، كافة الإيضاحات يمكن المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها والنصائح إن شاء الله يمكن لا توصل مثل ما تفضل وقال هي بقعة الضوء ولو كانت صغيرة فهي مصيرة أنها تنتشر وتصير أكبر وأكبر صحيح. أستاذ زياد بيضون شكرا أيضا لوجودك معنا ولكافة المعلومات والإضافات شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أريد حلاً، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة تخص الأسرة والطفل. وفي الختام مع سايا إلا أن نقول لكم دمتم بأمان الله والسلام عليكم.